كل نهار كنصبحوا على جريمه، كل نهار كنصبح لي كنتفرجوا في افلام مكسيكيه. هادشي راه بزاف، هادشي راه خصو يتحيد. هادشي راه بزاف الدريه، كل عضومه مليوحه او بزاف. هادشي راه ولا كي اللهم انا منكر. هادشي راه ولا تيخلع. هادشي راه بزاف. هادشي راه سوريا ما وقعش هادشي. انا باغي لهم الاعدام من راسي. انا الاعدام اللي كيدير الدري الصغار بحال ما داك الدري صابي اشنو دار. ماشي انسان يبدا يقول لا حق، راه بينو وبينو حساب، والحساب بينك وبين واحد كبير. دري صغير اشنو دار؟ براءه اشنو داير؟ هادشي راه بزاف. هادشي راه حنا وصلنا لشي حوايج لا اله الا الله محمد رسول الله. راه عاوتاني راه تصدمنا، راه ما كنعسوش والله ما كنعسوش. راه ولا تيخلع. هادشي راه ولينا كنفيقوا على الاجرام ونعسوا على الاجرام. هادشي راه بزاف. هادشي هادشي راه خصو يتحدى. هادشي راه اللهم انا منكر. هادشي شوق بلاد ما قدرش يحدد هادشي. وراه ما بلاد ما قدرش يحدد هادشي. وراه خصو يتحد. راه حنا ولينا عايشين في الرعب. واش انا عندي ولدي باقي صغير وليت كنخاف عليه، ما كنبغي كاع نخليه يخرج. عندك القمان، عندك وليدي نخرج وليت باغا نلصقوا فيا باش خايفه عليه. ولينا خارجين وخايف، حنا بروسنا ولينا خارجين وخايف. والمره اللي خطفوا حتى هي قال لك حامله. هادشي راه بزاف. هادشي راه والله ولينا كنعيشوا في الرعب. راه هادشي راه لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي راه بزاف. راه يا ربي تلطف بينا. والاعدام، اي واحد شد شي واحد وشي دري صغير ولا بنت صغيره، الاعدام بلا ما نبقاو حنا نقولوها، راه خاص الدوله تطبقها. الناس اللي كيديروا هاد المسائل هادي بعدا ما مربيش اول، هذا هي الاولى. يعني التربيه كتبدا من الدار، المدرسه، الشارع، الاصدقاء وداك الشيء. الناس اللي ما مربينش هادو. ثانيا هاد الشيء ديال التخدير، ولي داروا العقاقير والوساوس وهاد الشيء. الجوانات بدات كيك من الجوانات كيقرقوا وداك الشيء، كل شيء ما كيعرفش كيفاش كيدير، ما كيعرفش شنو كيدير. كل فاقد عقل ديالو بدا اولا، ماشي فاقد عقل ديالو بدا اولا، مخدر مقرقب راك عارف مقرقوب واش كيدير. العيب الله الجوانب شي مقطوع ما كاملش ما فهمتو. زائد الوضعيه اللي عايش فيها هو، شوف الحاله اللي كيعيش فيها، الوضعيه اللي عايش فيها شنو هي كيدير هو. كاين الفقر، كاين التهميش، كاين سميتو، كاين الجهل، كاين جهل كيلعب دور حتى هو في هاد المسائل هادي. بحال هكا ورزازات مواليها الناس محافظين، الناس معنا الناس ديال الكرم، ولكن هاد اللي كيديروا هاد المسائل بحال هكا. شوف الحياه كيفاش عايشين هما هذوك الناس. الاول يعني راه كاين العامي ديال الجهل هو الاول، عامي ديال التهميش. التهميش كاين سميتو، وكاين واحد الا هذا راه عالي على المجتمع. بحال هاد السيده اللي كيدير شي عالي على المجتمع. راه عندك ولدك، عندك اختك، عندك خوك، عندك بنتك، عندك ولد خوك، عندك ولد اختك. الا دار شي هذه وكان تسامع القانون، تسامع معاه، يعني راه غتكون ضحيه انت ولا ولد اختك ولا ولد خوك ولا بنتك ولا تمشي. الا وصل لجريمه الاقل قتل، كتشوف ثاني على اول تحسبوا على حسب العقل ديالو اول. هذا ولا كان مسطي فهمتيني. اما الا كان بعقله، عقله خصو الاعدام صافي. السن بالسن، العين بالعين، والبادي اظلم. بيني وبينك وليتي كتخاف على راسك في هذا المارتش. ها هو الامل كاين، ها ما عرفتش واش هاد الناس ما عندهمش ضمائر، ما عندهمش ولاد، ما عندهمش عائلات، ما عندهمش خواتات، ما عندهمش ولاد خوت. اللي غادي يتكرفس على دريه صغيره قلال عليه انه يمشي يشوف الكبار. زعما ما كاينش العيالات في الزنقه، ما كاينش، بان لي غير الاطفال الصغار، دراري ودريات حشومه. يعني بيني وبينك ما بقيتيش كتحس بالامان في هاد الوقت. هو بيني وبينك راه ماشي لافوت غير ديال هاد السيد، لافوت ديال امها. لان انا شخصيا ولدي ولا انا عندي وليد اي فري، وما كنقدرش نغفل عليه حتى دقيقه صافي. ديال انا احرك بنت راه خاصها ما تفرقش جناب امها، خصوصا ان ما كاين لا قرايه دابا لا والو. لاش تخرج الدريه، لاش تلعب في الزنقه. انا يلعب ولدي حدايا سيميو، انا معروفين عارفين بعضياتهم. ما كاين خوا باللي ما كيكونش كاع بزاف الجرائم بحال هذا النوع في هذوك المناطق كاع. ما عرفتش هذا غيكون شي واحد براني اللي دار هذه المشكله. وانا بيني وبينك بكثره ما ترادفوا هذا الشيء وليتي كيدخلك شويه ديال الشك. انا الاعدام ما يشفيش ليا الغليل، لان هذوك صبيان، هذوك دراري صغار وما يعني ما عندهاش ذنب. لا هي لا عدنان يعني هذوك خصهم يتعدموا، تقطع عليه يدو ولا رجلو باش دار داك الفعل نفسه يتخلص به، باش واحد اخر يشوف داك الشيء ما يعاودوش، يخاف على راسو يتقطع عليه يدو ولا ودنو ولا رجلو ولا كذا ولا يتعدم به. عتيدا ما يقبلوا تواهل.
انت تبغي تعدى عليك شي واحد ظلم وعدوان بلا حتى شي حاجه ما تبغيش. شوف في البورتابل ديالك شي خطير وخطير جدا باش انه يوقع شي في بلادنا زعما خطير. وفي المنطقه ديال اللي كنقولوا امنه المناطق الصحراويه زعما كنقولوا فيهم الامانه، انا حتى انا من ولد الرشيديه كنشوف انهم اللي كنشوفوا في بلادنا الشيء هذا راه خطير والله، وراه كنشوف انه راه بحال راه حتى انا واحد من الابناء ديالي. داكشي اللي وقع لي هذاك الشيء غادي يوقع لولدي ولا بنتي ولا ديال الناس اخرين. يا اخي السلطات ياخذوا الحزم في هذا الشيء هذا زعما شوف يشددوا في هذه الامور صراحه. وشوف اي واحد راه الانسان ماشي ملاك، وداك الشيء سميتو انه الانسان الى في استطاعه ديالو مثلا الى كان سميتو خصو يتزوج خصو يتزوج الى سميتو باش الابرياء الاطفال هما ابرياء فهمتي. ما اي خصنا نلقاو دري ولا شي حاجه خصنا نحضنوه وداك الشيء، ولكن للاسف. تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.